اليوم جايين نحكي لكم على جينو تكنولوجي. هذا واحد من المراكز الجميلة الموجود هون في ولاية كاليفورنيا يلي بيعلم الشباب والأطفال الروبوتات. هو انت ايه يعني بتلعبي الولاد بالروبوت بالفلوكس؟ احنا ممكن نلعبهم في البيت يعني خلاص يعني فمش فاهمين بعمل ايه. الروبوتكس علمني مفيش حاجة اسمها لا، مفيش حاجة اسمها مستحيل. الجميل والمميز هو القصة وراء هذا المكان. هي سيدة عربية مصرية عندها شغف بها عالم الروبوتات، دخلت فيه تقريبا من 11 سنة واليوم اجت على الولايات المتحدة الامريكية لتكمل هذا المشوار اللي بدأته من مصر واليوم صار في امريكا. انا كنت عادي مش بعرف اي حاجة خالص، مش فاهمة اي حاجة خالص. يعني من الصفر انت دخلتي؟ من الصفر. حبيت بقى الروبوتكس، الحياة بتاعت الكومبيتيشن، الكودينج، وبعدين بقى خدت قرار ان انا افتح شركة. الحمد لله يعني كنت من اكبر سنترز في مصر قبل ما اجي امريكا. يعني المكان هنا بيخدم كيدز من اول 5 سنين لغايه 18 سنه، فهم كانوا متفاجئين بقى ان ايه ده، يعني احنا اول مره نلاقي عرب ومسلمين بينظموا مسابقه. هم فاكرين لا احنا بس بنشارك وبنقف في الباك ستيج. عشان عندنا طلبه بدات تشتغل في الار او فيز، الغواصات الاليه، وازاي الغواصه بتنزل تحت الميه. اي جنيه بتدفعه في كورس او في حاجه في ولادك هي بتستثمره في مخ، فانت بتدفع في مخ ولادك بس. تعالوا نعرفكم على هذا المركز وعلى هي السيدة أيضا المصرية الجميلة الرائعة اللي عندها الشغف لتعليم الشباب الروبوتات وصناعة المستقبل. تفضلوا معنا. أنا اسمي لينا نجدي، بشتغل في مجال الروبوتكس من 2013 في مصر. كان عندي شركة بيزيكلي بحب قوي شغلي، بحب السيستم اديوكيشن وبحب أتعامل مع الأطفال. أنا كنت أم مصرية عادية جدا، عندي ولد صغير عنده 3 سنين. انا كنت عادي مش بعرف اي حاجه خالص، مش فاهمه اي حاجه خالص. يعني من الصفر انت دخلتي؟ من الصفر، يعني مش فاهمه اي حاجه. انا اصلا مش مهندسه ومش عارفه يعني ايه روبوتكس ولا اي حاجه. عرفت عن الروبوتكس وكده، وبعدين اشتركت في اكاديمي، حبيت بقى الفيلد ده وبدات اعمل شيفت كارير. انا عامه اصلا خريجه تجاره اسكندريه، حبيت بقى الروبوتكس، الحياه بتاعت الكومبيتيشن، الكودينج، الحاجات دي. وبعدين بقى خدت قرار ان انا افتح شركه. حلو. في مصر؟ في مصر. اول ما بدانا كان في ما فيش اكاديميات كتير في مصر، ما فيش 4 5. بدانا ناخد كورسز، بدانا اعمل تريننج، اسافر اخد كورسز بره مصر. سافرت كذا يعني كوليدج وتعلم. اوكي. الحمد لله يعني كنت من اكبر السنترز في مصر قبل ما اوصل قبل ما اجي امريكا. يعني ما شاء الله. المكان هنا بيخدم كيدز من اول 5 سنين لغايه 18 سنه. من 5 سنين ل 18 سنه. اوكي. We actually work with STEM education، يعني science, technology, engineering, mathematics. حلو. بيبدأ الطالب بيجي لنا من هو عنده 5 سنين يتعلم basic mechanics, sometimes numbers. دول الايدج الصغير بتبقى زي استعداد لدخول المدرسه، يعني okay. نعمل لهم يدخلوا لهم المدرسه. بعد كده بنبدا نعمل لهم evaluation each month. وبنختار السمارت كيدز منهم، نبدا ندخلهم بروجرام متخصصه في الكودينج والبروجرامينج والديزاين. يعني احنا عندنا الكلاس ده دلوقتي ده الستودنت عندهم 4 سنين. 4 سنين؟ ببروجرامز معينه، يعني مثلا بيبداوا يبنوا سامبل ماشين والماشين دي بتبدا تتحرك. عندي ابني كبير داخل كان في الهاي سكول وكان حابب يدرس هنا. بدات افكر بقى ان انا انقل مع الاولاد وابدا تاني بقى. اول ما جيت امريكا انا يعني كنت جايه حلم فظيع امريكا، فانا هلاقي الروبوتكس ده في كل حته والناس كلها فاهمه يعني ايه روبوتكس وكده. بعدين طبعا اتصدمت، لقيت ان يعني لا لسه مش كل الناس عارفاه. يعني اللي عارفينه اللي هم شرق اسيا، الصينيين، الكوريين، اليابانيين، او الناس مثلا ممكن اللي فاهمه هذا المجال. اللي فاهمه ايوه اللي فاهمه يعني ايه البنفيت اللي هتعود على الولاد، ازاي بيعملوا انفستمنت في الولاد، فدول اللي بيدوروا على الروبوتكس. غير كده هم فاكريننا بنلعب ليجو بقى بالمكعبات او احنا بنلعب او كده، لكن مش عندهم جود اكسبيرينس او ما عندهمش حتى النولج احنا بنعمل ايه. يعني حتى ساعات يقول لي هو انت ايه يعني بتلعبي الولاد بالروبوت بالفلوكس؟ احنا ممكن نلعبهم في البيت، في يعني خلاص يعني فمش فاهمين بعمل ايه. بنشتغل في برامج مختلفه قوي من الكودينج، زي الفيكس، زي سبايك، من شركات مختلفه. هي شركات معتمده أوكي. بتنزل لنا بروجرام مختلفه للكيدز، فبنبدا نديهم كلاسز بيبقى وان سويك. بعد ما بيعدوا عليهم شهرين بنعمل لهم استعداد لدخول مسابقات، وبيبداوا من سن 6 سنين يخشوا مسابقات. السنه دي بتتكلم عن الاوشن وعن مشاكل الاوشن، وعندنا طلبه بدات تشتغل في الار او فيز، الغواصات الاليه، وازاي الغواصه بتنزل تحت الميه. دي غواصه بتنزل تحت الميه بنشترك فيها في مسابقه اسمها اندر ووتر روبوتكس. اوكي. كل سنه بيبقى ليها ميشنز مختلفه، وعلى حسب الميشن
بنشكل الغواصة على الشكل اللي احنا عايزينه ان هو يحل المشكلة. وهذا انتو كله بتعملوه هون؟ كله حاجات العزل زي يركبوا كومبوننت مع بعض، يبدأوا يرسموها على برامج مختلفة زي سوليد ووركس والأوتوكاد. بعد كده يقطعوها على سي ان سي ليزر ويجمعوها، بعد كده يبدأوا يعملوها كودينج او كنترولينج، يبدأوا ينزل بيها مية. ما شاء الله انتو بتدربوهم، هي خطوة خطوة بتمشوا معهم عشان يقدروا يعملوا هذا الشيء. بالضبط. بنبدأ من مع الأطفال في بروجرامز هنا من أول 4 سنين. أوكي. ففي ناس تقول إيه ده 4 سنين، يعني هيعمل إيه 4 سنين في الروبوتكس وكده. إحنا بنعلمهم بيزك بتاعت الميكانيكس، يعني لو إحنا عندنا عربية، العربية عندها 4 عجلات، العجل بيمشي لقدام، طب العجلتين إزاي العربية بتمشي لقدام، إزاي العربية بتمشي لورا. فبيبدأ الولد يعني بنوسع الإيماجينيشن بتاعته. أوكي. بنعمل له كرياتيفيتي، زي كرييت سامثينج، يعني إحنا هنقول لهم إحنا هنبني عربية النهاردة ودي سامبل على المونيتور مثلا، فهو يبدا يتراي كرييت هيز اون. فيعني بنبدا نعمل كرياتيفيتي للولد. طبعا الكرياتيفيتي دي بتنمي عنده الايماجينيشن، بيوسع، بيبدا يكون مختلف عن الكيدز اللي هو طريقه التفكير. ايوه yeah. طريقه التفكير بتتغير. بيزيكلي التعليم في اي حته بيبقى رولز، يعني ستيب 1 انت هتعمل كده، ستيب 2 هتعمل كده، ومطلع البرودكت ده في الاخر. احنا عندنا ديفرنت اريا للادكيشن، احنا بنخليك تكرييت يور اون بروجكت تيماجين. فلما تعمل كده اكيد بيطلع حاجه مختلفه. ساعات مثلا والله بيبقى في ستودنتس الاقيهم بيعملوا حاجه كمان من كتر ما هم عندهم ايماجينيشن احسن من اللي انا بتتش. يعني انا ساعات بتعلم من ولادي. دي بيزيكلي بنبدا مع السن اللي هو 4 ل 6. بعد كده بروجرامز كتير بقى من 6 ل 10. وعندنا غير كده بقى البروجرامز الهندسيه، دي بنختار منها السمارت، فدي بتكون للستودنتس اللي هم حابين كده، مش بنبدا بيها قوي يعني. لازم يكون يعدي عليه معانا فتره وعرفنا. أوكي. بعدين بتوروه اياها اذا هو حبها او رغبها بتكملوا معاه. بنكمل معاه. كل الاكاديميز اللي حوالينا بتشتغل بالحاجات الجاهزه، بالماشينز الجاهزه او نعم. بالكيتس الجاهزه. نعم. احنا هنا بنفوكس بقى ازاي نعلم الاولاد ميكانيكس، ازاي نعمل مهندس صغير، ازاي يبقى سمارت، ازاي ايماجين. دي بتخش مسابقات فورمولا، سباق سيارات. فبنقعد نتكلم مع الولاد، بنعلمهم ازاي العربيه تبقى سريعه، ازاي هندسيا تمشي بسرعه. نبدا نديهم كذا سامبل للتصميمات، هم بيختاروا المودلز. يعني دول تو مودلز مختلفين. يعني انتم بالعربي هيك بتعلموا الطفل الصغير انه كيف يفكر لما يحل المشاكل. كريتيكال ثينكينج بروبلم سولفينج. بلس بقى ان احنا بنكرييت عقله من هو صغير، يعني بنخليه يمدريت عقله. يعني هي على فكرة أحلى شغلة، إنه أنتوا مو إنه بتقولوا له خود هي جاهزة مثلاً زتبها، لا، أنتوا بتعلموه كيف يصطاد، كيف يفكر، كيف بالزبط. يحل المشكلة إذا واجهته. مو بس هذا الموديل بس طريقة التفكير أنت بتقدر تطبقها بكتير شغلات. anyway بنديره بيزك، بعد كده بنديره بقى ميني تاسكس لغاية ما يوصل للبرودكت اللي هو عايزه. يا سلام يا سلام. في جينوتك تاني حاجة، جينوتك برضو انفرضت إنها بتنظم مسابقات، ودي من اكبر الحاجات اللي بتميزنا جدا، وان احنا اولا عرب مسلمين وبننظم مسابقات في امريكا، ونعمل انفيتيشن لكل العالم. لكل العالم؟ كل العالم. بننظم باسم جينوتك انترناشونال كومبيتيشن. السنه اللي فاتت نظمنا مسابقه اسمها ORIC، وعملنا انفيتيشن لتيمز من كوريا، من الصين، من مصر، من السعوديه. جالنا حوالي 5 كونتريز، فهم كانوا متفاجئين بقى ان ايه ده، يعني احنا اول مره نلاقي عرب ومسلمين بينظموا مسابقه. هم فاكرين لا احنا بس بنشارك وبنقف في الباك ستيج. فاول ما جم بقى ولقوا ايه ده، الاستاف كله عربي وناس متحدين مسلمين وبيعملوا تنظيم رائع وكده. يعني دي كانت مفاجاه، ويعني الحمد لله براود ماي سيلف، يعني الحمد لله ان انا عملت حاجه زي كده. انت مبسوطه بحالك قوي بالشغله هي. انا حاسس شايف فيكي هذا الشغف الجميل تبع الروبوتكس، وشلون انت هيك بنفسك انك تكملي فيه ونفسك انك توصليه للعالم كله، يكون المركز الاول في العالم. طبعا مش لوحدي، يعني انا معايا تيم ورك بيساعدني. يعني عندي ابني طبعا هو ايدي اليمين والشمال، هو عقلي مفكر كله، يعني هو بيسبورت مي جدا. عندي بنوتي برضو، وعندي برضو فريق عمل في مصر بيساعدني جدا. فمحدش بينجح لوحده. يعني لو انا عندي يعني مبسوطه وحاسه ان انا يعني بعمل كل حاجه، بس اكيد مش لوحدي. يعني ما شاء الله اللي خليك يا يوسف عم بيدرب الشباب على كيف عمل البرزنتيشن، انه هو كيف يعمل عرض للمشروع تبعه. الكومبيتيشن اللي احنا بنخشها جواها الروبوتكس. طب ايه الكومبيتيشن؟ الكومبيتيشن احنا بنعلم الولاد حاجات كتير جدا غير الكودينج والروبوتكس. احنا بنعلمهم سوشيال لايف، برزنتيشن سكيلز، يا سلام، هاو تو ورك ان ذا تيم ورك،
ازاي تحل البروبلمز اللي بتقابلك في حياتك. كوميونيتي كامل، مش بس ما بعلمك ان انت هتاخد زي المدرسه 1+1=2 وتروح تحل ماس وكده، لا انت ازاي تكريت بروجكت، ازاي تعرض بروجكت، ازاي تبيع بروجكت، ومن مرحله عمريه مبكره يعني تقريبا. ايه بيزيكلي كومبيتيشن من 6 سنين. من 6 سنين بتبلشوا كومبيتيشن؟ من 6 سنين يبداوا يتعلموا برزنتيشن سكيلز، البروموشن للبرودكت هو مشغل عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. فهي حاجات كتير مع بعض. ده جروب عنده مسابقة الأسبوع الجاي. أوكي. برضو نفس الجروب بس المسابقة بتاعت فيرست دي different category. The first one اللي هو الأيج من 6-9 وبعدين من 9-18. هما الجروب ده عندهم مسابقة برضو، هما عاملين غواصة كبيرة as a prototype وبيشتغلوا بقى على ميشن على تيبل. يعني المسابقة بتنزل ميشن على التيبل ويبدأوا يحلوا problems واحدة واحدة وبعد كده يبقوا qualified للشامبيونشيب في هيوستن السنة دي. ما شاء الله. طيب هدول الشباب مثلا كم سنة صار لهم معكم ليوصلوا لهيك مرحلة؟ هو مش لازم يقعد كتير علشان يجوين كومبيتيشن، يعني ده استعداد الولد نفسه. يعني لو الولد سمارت وممكن يجي بعد شهر، هو حابب يعمل ايفورت بيفهم اكتر بيحاول يجوين، فهي كان جوين ات. مش لازم مش لازم لونج تيرم يعني عشان يخش كومبيتيشن. اذا بدي لك اليوم شو نصيحتك للاهالي يلي اليوم عم تتفرج علينا في مجال الروبوتكس؟ استثمر في ابنك. كل حاجه بتدفعها بتلاقيها في كل حاجه في ابنك، كل يوم في طريقه تفكيره في سيستم حياته. فانت بتستثمر في ابنك. بلس ان بحس الولاد اللي بيشتغلوا في المجال ده عمرهم ما بيفكروا ان هم يخشوا هاي سكول او كوليدج ويكتفوا، لا هم عندهم تارجت، يعني طموح بيعلى عنده. طموح بيعلى، ما ينفعش يقول لك حتى ايفن. يعني احنا بنشوف هنا امريكان كتير بيخلصوا الهاي سكول وياخدوا سنتين الكوليدج ويشتغلوا اي حاجه وخلاص. اي واحد بيخش المجال ده هو عنده لونج تيرم سيتويشن كده وحاطط فيجن قدامه هو عايز يوصل لها. انا عايز ابقى كذا. يعني اغلبيه الولاد لما بقعد معاهم ايه، عايزين نشتغل في ناسا، عايزين نشتغل في مايكروسوفت، عايزين نشتغل في جوجل، لكن ما حدش فيهم بيقول لي مثلا انا عايز اشتغل في ماكدونالدز او ان انا مثلا كده. فالانفستمنت بتاع اللي انت اي جنيه بتدفعه في كورس او في حاجه في ولادك هي بتستثمره في مخ، فانت بتدفع في مخ ولادك بس. السلام عليكم. اسمك ايه؟ لما. لما ما شاء الله قديش عمرك يا لما؟ 11 سنة. ما شاء الله. وانت من امتى انت في الروبوتكس؟ وانا عندي 3 سنين. 3 سنين بديتي. بتحبيها؟ يس. شو اللي بتحبيه فيها؟ The team, the building, the great process we get out of it. ما شاء الله. انت شو بدك تصيري لما تكبري ان شاء الله؟ Either a robotics teacher or a doctor. Robotics teacher or doctor. بس ما شاء الله 11 سنة وانت الآن بتساعدي وبتديري بالك على الأولاد الصغار وبتعلميهم. ما شاء الله، الله يسعدك. شو الشغف اللي جواتك؟ شو اللي بيحركك؟ ليش انت مؤمنة بهذا الشيء؟ بحب قوي الولاد لما بتكبر بشوفهم حاجة بقت كبيرة ويعني بحب احس ان انا عملت حاجة. يعني عارف ساعات كده ستودنتس من عندي دلوقتي دخلوا الكوليدج او اليونيفرسيتي وبعدين يكلموني ليه انت فاكرانا انت كنت بتدرسي لنا واحنا صغيرين وكده. فبجد ببقى مبسوطة قوي، بحس ان هم دي اكتر حاجة بحبها، ان انا اسيب حاجة عند حد يفضل فاكرني فوريفر. يعني ما شاء الله. وشغلة انت اللي عم تذكري لهم اياها انه شغلة فيديو يعني عمره. عايز اقول لك في ناس يمكن انا درست اولاد في الهاي سكول وانا يعني قريب، فهم دلوقتي في الكوليدج فيكلموني يقولوا لي ايه احنا عايزين نيجي امريكا، طب انت في انهي ولايه عشان نيجي ندرس جنبك. فدي بتبقى يعني حاجه بحس ان ازاي هم حبوني كده وازاي هم متعلقين فيا، هم حبوا حاجه وكملوا فيها عشان مثلا وانس التيتشر بتاعتهم هم حبوها، فدي بتفضل معاهم على طول. فدي اكتر حاجه انت بتحبيها. اكتر حاجه حلوه الروبوتكس علمني مفيش حاجه اسمها لا، مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها هنستوب. احنا هنفضل شغالين لللاست مينيت. والله ربنا وفقنا هنكمل، ما وفقناش هنكمل برضه بس عملنا اللي علينا. عملنا اللي علينا. انا اشكرك على استقبالك لنا اليوم وعلى هالجوله اللي عملناها هون، واشكرك ايضا على شغفك الجميل لتعليم الاولاد وتعليم الاطفال الصغار هذا المستقبل والتكنولوجيا. ايضا اليوم هاي المراكز موجوده في امريكا ومراكز عربيه واللي بيقوم عليها هن الناس عرب مرتبين شراكه بالخير. بسم الله ما شاء الله الاخت دينا صار لها من 2013 في مصر وصارت اليوم هي تنظم المسابقات، وهذا الشيء رائع فخر لنا بصراحه كجاليه عربيه. اشكرك مره ثانيه. احنا عاده باخر الفيديوهات بنقول للمشاهدين يا هلا، بنقول لهم يا هلا يا هلا يا هلا بيك. سلام عليكم.